بقالنا كام حلقة بنتكلم عن الطاقة وتحولاتها وأنواعها الكثيرة جدا. النهاردة هنتكلم على نوع طاقة مهم جدا وهي الطاقة الحرارية. الطاقة الحرارية أو الحرارة منذ اكتشفها الإنسان وهو في بحث دايم عن طبيعتها وطريقة انتقالها. والنهاردة في حلقتنا هنتعرف على انتقال الحرارة وإيه الطرق اللي الحرارة بتنتقل بيها. أول طريقة هي التوصيل، تاني طريقة هي الحمل، تالت طريقة هي الإشعاع. وأنا مش هقولك طرق انتقال الحرارة وأقولك تجارب عليهم المرة دي، المرة دي هنعمل تجارب ومن ملاحظتنا سوا المفروض نستنتج طريقة انتقال الحرارة في كل تجربة. وأول تجربة معانا هنحتاج فيها الأدوات دي. هنحتاج كوبايتين بلاستيك فاضيين، جلاد شفاف زي ما انتوا شايفين كده، مية فترة من الحنفية، ومية سخنة ملونينها أحمر. الخطوة الأولى هنملى كوباية من الكوبايتين بالمية السخنة، وفي الكوباية التانية هنملى المية الفترة بتاعتنا، وبعد كده هنتني الجلاد بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وبعد كده هنحطها فوق كوباية المية الساعة، وبعد كده نحط الكوبايتين فوق بعض. وتعالوا دلوقتي نشوف يا ترى هيحصل ايه لو شديت الجلاد ده ما بين الكوبايتين. زي ما انت ملاحظ كده يا صديقي، اول ما شلت الجلاد من ما بين الكوبايتين حتى لو بصوره بسيطه، بدات الميه السخنه اللي احنا ملونينها باللون الاحمر ترتفع فورا للكوبايه اللي فوق لحد ما خلت لونها لون احمر كامل. واول ما هاجي اشيل الجلاد بالكامل هتلاقي ان الكوبايه اللي فوق بدات تكون مليانه بالميه السخنه، والميه الفاتره هي اللي هتنزل عندي تحت. هتقولي طبعا ما هالجسيمات السخنه والميه السخنه كثافتها اقل من كثافه الميه الساقعه، وده اهم استنتاج واول استنتاج لازم نطلع بيه من التجربه دي. ولكن لو جيت سالتك يا صديقي ايه طريقه انتقال الحراره اللي حصلت معايا في التجربه دي، اجابتك هتكون ايه؟ شوف الحلقه كامله على قناه مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.